هذا يقول من أصول أهل السنة والجماعة الاجتماع على الحق وعد الفرقة كما لا يخفى عليكم. أسباب الاجتماع السنة، وأسباب الاختلاف والفرقة البدعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع ذلك كله ولخصه في قوله عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وجاء في حديث أبي هريرة: افترقت اليهود وافترقت النصارى وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. زاد عمرو ابن عثمان ويحيى في حديثيهما قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. خرجه أبو داود في سننه، والإمام أحمد في مسنده، وابن أبي عاصم في السنة وغيرهم رحمهم الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل سبب النجاة الاجتماع في قوله الجماعة، والجماعة هذه مفسرة بقوله: هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. المخرج عند الترمذي وابن ماجه. فالشاهد أن الجماعة هم المجتمعون على الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وإياكم ومحدثات الأمور. إذن فالائتلاف لا يكون إلا في التمسك أو بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه خلفاؤه الراشدون وأصحابه رضي الله تعالى عنهم المرضيون، وهم الذين قال فيهم عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا إلى آخر الأثر كما تعلمون. فالشاهد: من كان على طريقهم فهذا هو الناجي، ومن خالف طريقهم فهذا هو الهالك. فأعظم سبب للألفة هو السنة والتمسك بها، وأعظم سبب للفرقة والاختلاف هو البدعة والاتباع لها، نسأل الله العافية والسلامة. والضابط في هذا: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.